مرحبا برج القوس، أهلا فيك. فقراءتك العاطفية، القراءة راح تنطبق على الطالع والشمسي وأيضا القمري. عزيزي برج القوس، هالمرة راح أسوي القراءة بطريقة وأسلوب المرايا، أنت على هاي الجانب، الحبيب أو الشريك على الجانب المقابل، ولكن إذا حسيت أن الجانب الآخر اللي هو هني ينطبق أكثر على وضعك مع الشريك، فاعكس القراءة بما يناسب وضعك. أول شيء راح أبتدي بطاقتك الحالية، الطاقة العامة والمتفرعة، طاقتك العامة هني والطاقة اللي راح يتفرع منها الموضوع بينك وبين شريكك، ونشوف الحين طاقة الشريك. الطاقة العامة للشريك والطاقة المتفرعة. عزيزي برج القوس، طاقتك الرئيسية هو البرج، كارت برج العقرب، البرج تغيير شامل. مو دائما الناس يفكرون، يشوفون البرج يفكرون تغيير سلبي، بالعكس هذا النوع من التغيير هو اللي يخليك تقفز 10 خطوات 10 درجات عشان تصل إلى مرادك. بالعادة احنا نفكر مثلا او مخططين ان راح نمشي خطوة بخطوة، ولكن في تغييرات مفاجئة يمكن تكون حتى بالنسبة لنا احنا نشوفها كنقمة، ولكن هي حقيقة النعمة. تغييرات راح تهز اسلوبك مع الشريك في الفترة القادمة. اشوف في تغيير شامل في اسلوب وطريقة تعامل برج القوس مع شريكك. خلينا نشوف شريكك عنده 5 سيوف. تغييرك المفاجئ راح يشتت ويخربط ويكركب بعد طريقة تعامل شريكك معك. راح يكون ملخبط، مو عارف شلون يتعامل معك، لأن بسبب هاي التغيير الشامل. ممكن انك مثلا بالعادة دائما كنت طيب وحبوب وتتنازل مع الشريك وتحرص ان الامور تمشي بينكم مهما كانت صعبة. في الفترة القادمة بالعكس راح تضرب بريك وتقول لا، من يوم رايح تبي تسوي شيء انت لازم تسويه يا شريكي. او ممكن يكون العكس، اذا انت مثلا كنت سابقا اناني وكنت دائما تطلب من الشريك انه هو اللي يعبر هو اللي يثبت، فراح في الفترة القادمة تكون انت المعطاء. اشوف انه في شيء، في حدث مهم، احتمال انك سمعت تجربة اخرين، سمعت حكمة من فم شخص ناجح ايضا في علاقته، هي اللي راح تاخذها تحط عينك عليها وتاخذها كدرس وتطبقه، تبتدي تطبقه بحياتك. ولكن شريكك شوية هني كأنما مصدوم بنوعية التغيير اللي قاعد تدخلها على تعاملك معه. طاقتك الفرعية، اوكي، هذا الشيء طبعا بعيد عن طاقتك، طاقة فارس الارض، فارس الخماسيات. بالعادة برج القوس من أكثر الأبراج عفوية، وايد عفوي، وايد يتصرف على طبيعته، ولكن قلت لك في شيء حدث أو سيحدث في الفترة القادمة، أبدا مو شيء سلبي، بالعكس شيء يسبب مثل الصدمة أو تغيير شامل هني إلى طريقة تفكيرك أو تصرفك المعتادة. راح تبتدي تحسب حساب كل ملي من تصرفاتك، تحسب حساب إذا أنا عطيت الشريك كذي شلون راح، على اي نتيجة راح احصل معاه. هني راح تصير حذر اكثر في تعاملك معاه، حذر حتى شلون تأثر انت عليه. اذا مثلا تبي تعلمه، تبي تدربه انه هو اللي يبادر، انه هو اللي يقوم من نفسه ويتصرف على التصرفات اللي انت بيها، راح تبتدي عنده هني في طاقة الارشاد الحذر، طاقة التوجيه. 6 السيوف، اوكي، وشريكك راح يتبعك، لان 6 السيوف الكارت هذا يعني الانتقال من مرحلة صعبة إلى مرحلة أسهل. بالضبط، لما يكون شريكك هو نفسه يحس نفسه محتاج إلى إلهام منك، أنت تراوي الطريق، أنت اللي تبتدي تمهد للطريق. شلون تبي نتعامل مع بعض؟ شلون تبي حين احنا واجهنا مثلا عقبة؟ شلون نتعامل مع الوضع؟ شنو استراتيجيتنا القادمة؟ شنو خطتك؟ الشريك يتطلع إليك هني، صح وفي البداية ينصدم شوية من تغييرات المفاجئة اللي راح تصير كأنما
على شخصيتك، ولكن في النهاية راح بالعكس تكون انت هني بمثابة، شوف الفرسان هم دائما اللي يهرعون الى المساعدة، تكون بمثابة القدوة له. تصرفاتك يا عزيزي يا برج القوس هي القدوة اللي راح تكون تقيد او تلهم شريكك انه يتبعك، يتبعك في الطاقة، يتبعك في التصرفات. يمكن انت هني تحاول مثلا تعلم شريكك انه يكون اكثر حذرا مع الاموال، يوفر اكثر، يصرف اقل، انت اللي قاعد تمهد الطريق، او قاعد مثلا تبي بالعكس تخليه يصرف اكثر او يكون كريم اكثر، يبادر، يبتدي يسوي اشياء من نفسه عشانك. هي طاقة انا اخذ بيدك واعلمك. ايضا في ابراج وايد كانت عندهم هاي الطاقة اليوم، انه هم اللي يبتدون يرشدون شريكهم الى، بدل ما يظلون في طاقة التذمر وانا مش عاجبني طريقة تصرفه معاي، بالعكس يبتدون يعلمونه. مثلا اذا تبي شخص يشتري عشانك اشياء، مو شرط اني دائما اعطيه اوامر او اعطيه تعليمات، لا، هذه الطاقة اكثر ذكاء، طاقة انا ابتدي اعطيك اشياء بسيطة عشان انت تفهم ان لازم تعطيني اشياء اكبر. ابتدي ابادر، ادخل بيتكم مثلا عندي في يدي صحن حلاوة عشان انت تفهم ان المعاملة بالمثل، اوكي، واكرام الكريم يكرمك. بالعكس لازم تزيد يا شريكي، انا اعطيتك شيء بسيط، انت لازم تزيد. طريقة ذكية في التعامل يا برج القوس. اشوف هني بالعكس شريكك راح يكون جدا متفاعل معك ويتبعك على اي خطوة انت تخطو وعلى اي نغمة انت تعزف، راح يتبعك هني. الطاقة اللي بعدها الأحمق أو المشاغب، الكارت رقم 0، وشريكك عنده ملك الأكواب. يا برج القوس في شيء أنت راح تحتفظ فيه حتى في خضم كل هاي التغييرات، في شيء راح تظل متمسك فيه، وحتى لو هذا الكارت قاعد يراوينا أن الشخص مو متعلق بأي أشياء، راح تتمسك بطبيعتك ترى العفوية. بالعكس الدرس هني اللي راح تتعلمه ما راح تطبقه لدرجة ان تنسى من انت كبرج القوس، تنهي طبيعتك، لا، طبيعتك راح تاخذها معك العفوية، ولكن راح تاخذها داخل العلاقة مع شخص يفهمك، كأنما انت هني كنت عفوي مع الكل واكتشفت الدرس المؤلم بطريقة مؤلمة، ان مو الكل نواياهم حسنة مثل ما انت تفكرهم. في ناس يأخذون كلامك وتصرفاتك ويحرفونها على كيفه، على كيفهم. ليش؟ لان عندنا رقم 0، اي رقم ثاني نقدر نضيفه على رقم 0 وراح يطلع لنا رقم مختلف. يحرفون الكلام على كيفهم، يغيرون فيه على كيفهم، لان انت طبيعي، لان انت عفوي، لان انت صادق، مو من الابراج المنافقة. تتصرف نعم بجموح، ولكن هذه طبيعتك. هني كأنما يقول لك او الرسالة لك ان احرص ان هاي طبيعتك تريها للاشخاص، وخصوصا شريكك اللي يكون اللي تحس انه راح دائما ياخذها بحسن نية. شريكك من هذين الاشخاص اللي تقدر تكون على طبيعتك معاهم، ولكن مو الكل. لا تؤمن ولا تفترض ان الكل عندهم نفس حسن النية، بالعكس في ناس يصطادون في الماء العكر، في ناس يتصيدون عليك الغلطة، يبحثون عن هفوة أو تصرف بطريقة عفوية عشان يعتدون عليك. عندنا كارت البرج، صدمة، كلام راح يأتيك، ناس يفترون عليك أن برج القوس قال وفعل أو حتى درس مؤلم، ولكن شريكك راح يظل من الأشخاص اللي تعتمد عليهم وتقدر لمستوى ما تكون على طبيعتك معه. أحب طبيعتك، ولكن هني كأنما هو في نفس الوقت قاعد يقول لك هاي التصرفات اللي احنا متعودين عليها، العفوية، الضحك، ان احنا ما نجامل، خلها معاي انا بس، لان انا اقدر افهمك، ولكن مو الكل، ما تكون مع الكل، خصوصية للعلاقة. اخر كرت عندنا الكوب الاول. الكوب الاول يأتي من ملك الاكواب. احتمال انك يا برج القوس عندنا هني كرت برج العقرب، طاقة مائية وايضا طاقة هوائية. المائية ممكن تكون عقرب، سرطان، حوت، الهوائية ميزان، دلو، جوزاء. احس وايد هني في طاقة الميزان، لان اشوف طاقة هادئة معتدلة، وايضا الجوزاء. انزل الكوب هذا راح يأتيك من ملك الاكواب، راح يأتيك عرض منه. انت هني في اللحظة اللي تحس انك
مو قلت لك نعمة ولكن تأتيك على شكل نقمة. في اللحظة اللي تحس إن ابتديت تخسر فيها كل شيء أو خلاص الوضع خرج عن السيطرة، لأن هذا الكارت يمثل سقوط البرج والفوضى، راح بالعكس من بعد هاي المرحلة راح تأتيك النعم، راح يأتيك عرض من الشريك، سواء عرض حب، عرض زواج، عرض كلمة مثل أنا أختارك، أو كلمة مثل إنه يكون واضح فيها في مشاعر تجاهك، يوضح لك الأمور، يلتزم فيها معاك. هذه كلمة اللي عبارة تكون مثل الوعد، كلمة الالتزام أشوفها، ترسل لك من جانب شريكك، وشريكك عنده فارس النار، كأنه ما قاعد يقول لك هني هو ملك الأكواب. مو شرط أنه برج مائي، لا أبدا، أي شخص ممكن يحصل على هاي الطاقة، ولكن هذا هو هني شريكك معجب. وإن كان هو بالعادة وايد يتصرف برسمية أكثر منك، ولكن جدا معجب بطريقتك العفوية. هذه هي طبيعتك انت برج القوس، فكأنما التغيير اللي تمر فيه راح يكون فقط على مستوى تعاملك مع الآخرين، ولكن مع الشريك بالعكس، من الأمور اللي جدا تجذبه فيك طاقتك النارية، طاقة الجموح، مثل ما نقول في حصان وفي حصان بري. هذه هي طاقة برج القوس، الحصان البري اللي لحد الآن ما يحاول حتى يتحكم في طبيعته، جماله طبيعي، تصرفاته طبيعية. شريكك جدا راح يكون يبحث حتى عن هذه الطاقة فيك في الفترة القادمة. خلنا نشوف شلون راح يتطور الوضع بينكم بحلول نهاية الشهر هذا. أوكي. كارت لك وكارت عشان الشريك. طبعا ما ادري اذا شفتوا الكارت لانه انقلب من شوي. البرج مرة اخرى، لايف اكسبيرينس، هو كارت البرج هني. البرج مرة اخوة مرة اخرى، وشريكك عنده سبعة السيوف. برج القوس في شيء لازم تنتبه له في آخر أسبوعين أو على آخر هذا الشهر. شريكك قلت لك راح يوضح معاك أمور، كأنما راح يقف ويقول لك في أسلوب إحنا قاعدين نتبعه ما ينفع مع الناس، إما أسلوب الطيبة المبالغ فيها، إما أسلوب العطاء بلا حدود، إما أسلوب مثلا إن نعطي الناس أموال ووقت ونعطيهم أسرار ونثق فيهم على الفاضي. راح أقول لك محتاجين غموض أكثر، طاقة الاستخباء والتستر هنا. هذه المبادرة مبادرة تخلي نكون شوي غامضين ومبتعدين عن الناس، نعيش نعم مغامراتنا الخاصة يا حبيبي، ولكن بعيد عنهم، لأنهم ما يفهموننا، ما يفهمون إعجابي فيك، ما يفهمون طبيعتك. طاقة شوي خل نبتعد عنهم. هذا المكان مو مكاننا، نحن لسنا مرحب فينا في هذا المكان بعد الآن. يمكن إذا أنت مثلا تساكنين في بيت أهله راح يشجعك أو يقترح عليك شريكك أن تطلعون لشقة أو لبيت تكونون فيه لوحدكم، أن تغيرون مثلا الجامعة، نوع من الانتقال، أن مثلا أمام الناس يا برج القوس لا تكلمني ولا تذكر اسمي، ما أبي عين الناس، لأن هذا أيضا كارت الحسد، ما أبي عين الناس تظل تؤثر علينا. وهذه هي النصيحة لك يا برج القوس، حتى وإذا ما أتت المبادرة من شريكك، العيون قاعدة تصير عليك بما أن طبيعتك وايد عفوية مشاغبة جميلة، ولكن قاعدة تأتي لك بانتباه أو اهتمام أنت ما تحتاجه، اهتمام الحسد واهتمام العذال والحاسدين. فاحذر يا عزيزي برج القوس من هاي الناس، وخلك غامض وخفي مع شريكك في الفترة القادمة. هذه كانت قراءتكم العاطفية.